السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين وأبنائي طلبة وطالبات التخصصات الزخرفية بالمدارس الثانوية الصناعية الفنية. النهاردة معاكم من التلفزيون المصري في برنامج في بيتنا مدرسة، والنهاردة بنتكلم على حاجة مهمة جدا من الحاجات المتعلقة بالفن وبتخصص الزخرفة والإعلان وبتخصص فني الزخرفة والديكور بالجدارات. بنتكلم على الرسم على الزجاج أو فن الرسم على الزجاج. فن الرسم على الزجاج من الفنون القديمة ومن الفنون المهمة جدا جدا في الزخارف المعمارية والإنشائية. يعتبر من يعني الفنون اللي هي اللي هم شطار فيها واللي عندهم مهارة في الرسم على الزجاج ممكن يتكسبوا منها كويس جدا. شغل الزخرفة والرسم على الزجاج متعدد الأنواع، يعني انت ممكن ترسم على الزجاج بألوان معتمة، يعني ممكن ترسم على الإزاز بألوان زيت، وبس لابد ان انت عشان ترسم على الزجاج بألوان زيت لازم تكون محدد، لازم تكون محدد كويس قوي الزخارف بتاعتك، محددها ب عامل اوت لاين، سواء كان الاوت لاين ده بتعمله باللون الاسود او بتستخدم فيه العجائن الملونه زي الرليف، لان هو ده اللي بيحط الشكل في التحديد بتاعه، او انك تستخدم الوان زجاج شفافة، ودي غالبا بيتم تطبيقها مش بفرشة، لان لو استخدمت في الوان الازاز الشفافة استخدمت فرشة فالفرشة هتسلخ معايا وتبتدي تديني خطوط غير مرغوب فيها. هنشوف بإذن الله في الحلقة بنستخدم لها إيه. أو بتعمل عملية صنفرة على الزجاج. عملية صنفرة أو الزخرفة على الزجاج دي بتتم بالرمل اللافح، إن أنت بترش الإزاز بالرمل. بس قبل ما أرش الإزاز بالرمل بعمل إيه؟ بلزق استيكر على الإزاز وبفرغ الاستيكر من داخله الزخارف اللي أنا عايزها تظهر، كنت بعمل وردة بعمل حاجة عايزها تظهر على الإزاز، وبعد كده برش الإزاز بالرمل، فالجزء اللي هو متغطي بالاستيكر مش هيتأثر، والجزء اللي مش متغطي بالاستيكر والإزاز أو المراية ظاهرة فيه بيتأثر ولونه بيختلف عن لون الإزاز الأصلي لما بشيل الاستيكر. أو إني أحفر في ظهر مراية من الجهة الخلفية، يعني في اساليب جديده كتيره قوي للرسم والزخرفه على الازاز، وكل ده تقليد يعني، او الجزء الخاص بالتلوين يعتبر تقليد للازاز المعشق. طيب لو بصينا للشاشه بتاعتنا هنلاقي بعض التصميمات اللي يعني خاصة بالرسم على الإزاز. التصميمات دي زي ما احنا شايفين كده على الشاشة، هنروح للشاشة بعد إذنكم. زي ما احنا شايفين التصميمات هنلاحظ ان في خطوط خارجية، في اوت لاين، الاوت لاين ده بيبقى فيه مساحات لونية، المساحات اللونية دي مع الخطوط دي بتشكل لي المنظر او بتشكل لي الزخرفة بتاعتي اللي بيشوفها المشاهد او المتلقي. ممكن تتم زي ما احنا شايفين كده برضو عبارة عن زخارف حية زي البجعة اللي احنا شايفينها دي، وهنا مستخدم الالوان المعتمة ومستخدم الالوان الشفافة في ان واحد، وبيقلد فيها الزجاج المعشق لانه مستخدم رليف امريكاني. الرليف الامريكي ده بيبقى الخطوط بتاعته سميكة،
تديك احساس بالازاز المعشق. الروابط دي بتبقى معموله مقصود بيها انها يديني التقليد بتاع الازاز الايه المعشق. هنا هنلاحظ ان هو مستخدم الوان شفافه ومستخدم الوان معتمه في بعض الاماكن، يعني الابيض معتم لكن هتلاقي هنا مستخدم الوان شفافه، والتاثير اللي احنا شايفينه ده بيبقى ليه ماده معينه عشان تديني التاثير ده على الازاز. هنا برضو استخدم الوان معتمه مع الوان شفافه عشان يديني التاثيرات اللي انا شايفها، واستخدم اللي هو الاوت لاين الاسود ده او الخطوط السودا دي اللي هو رليف امريكي يكون غليظ القوام. هنا برضو مستخدم الوان معتمة. دي انواع اللي هي التصميمات المختلفة اللي بيتم تطبيقها على الزجاج فيما يختص بفن الرسم على الزجاج. يعني ممكن بتتم على شبابيك، بتتم على ابواب، ممكن تتم على يعني اواني زجاجية وكاسات وزي ما احنا شايفين كده. طيب فن الزجاج الملون او ما يطلق عليه قديما نوافذ الضوء المؤلفة بالرصاص ظل يزين المباني في انحاء العالم لعدة قرون، وظل في ازدهار حتى عام 1970. الفنانين الجدد اعادوا اليه الحياة باضافات تواكب متطلبات العصر الحديث، وابتكروا طبعا لوحات ضخمة يتم تزيين المطارات والمباني التجارية والمولات بيها. وهو ايضا الرسم على الزجاج يعتبر مشروع، يعني مشروع ريادي او مشروع صناعي صغير ممكن الناس تتربح منه. واذا كنت انت عندك الموهبة في الرسم او حتى ما عندكش الموهبة في الرسم، انت ممكن تستخدم يعني رسومات جاهزة وتحطها على الازاز وتبتدي تلون. يدوبك اي حد ممكن يبقى عنده مهارة في التلوين، او ممكن تجيب لو انت عندك القدرة المادية تجيب انت الاجهزة وتجيب يعني طلاب خريجين تعليم صناعي في التخصصات الزخرفية بيكون لديهم الموهبة والتعليم ان هم يساعدوك في مشروعك. فتحويل الزجاج الى شكل جميل بيدي لمسة فنية نقدر ان احنا نرسم على اي حتة ازاز ايا كان وزنها او حجمها او حتى شكلها او تكوينها، زي الفازات والاكواب والشبابيك واي حاجة من الاشكال. الطريقة القديمة المتبعة لتنفيذ النوع ده من الفن في تعشيق الازاز زي ما قلنا قبل كده هي طريقة استخدام الرصاص، وبعدها استخدام شرايط من رقائق النحاس، وكلا الطريقتين بتبقى محتاجة جهد ومحتاجة وقت ومحتاجة ايضا الكثير من التكلفة. عشان كده ابتكر الفنانين اسلوب الرسم والتلوين على الازاز، استغنوا فيها عن كل الاجراءات المعقدة والصعبة والمكلفة المرتبطة بالازاز المعشق بالرصاص، وقدروا ان هم ببساطة ينقلوا التصميمات على لوح واحد من الازاز او البلاستيك او انية او فازة، وابتكار لوحات فنية من الزجاج الملون. وده زي ما قلنا يطلق عليه بديل الازاز المعشق. اوجه استخدام الزجاج الملون في الديكور معالجة الشبابيك، ممكن يبقى اقراص للترابيزات المناضد،
برضه يستخدم في الرسم على المراية أو إزاز ودرف الدواليب والبرفانات المطوية. في برفان اللي الناس بتحطه بتداري بيه حاجة أو بتستخدمه بيغطي مدخل معين أو بيحطوه بيغيروا هدومهم خلفه، أو ساعات الحائط أو إطارات الصور الفوتوغرافية. عملية التسويق بقى للمنتج ده، انت ممكن تقوم بالتسويق بتاعه عن طريق اكتر من حاجة. ان انت تبتدي بالاهل والصحاب ان هم يعملوا لك عملية الدعاية للمشروع ده. حد في ناس كتيرة قوي، واحنا مصريين يعني عدد كبير مننا بيجرف دمهم حتة التجميل للمكان اللي هم قاعدين فيه او داخل الشقة بتاعتهم. فتلاقي البعض يقولك ايه، انا عايز ارسم على الازاز عندي، تعرف حد بيعرف يرسم على الازاز؟ فيبتدي الاهل والاصحاب يقولوا اه عندنا فلان الفلاني بيعرف يرسم على الازاز. من هنا يبتدي مع الوقت يجي للعميل ده اللي انت رحت رسمت عنده ضيف يعجبه الشغل بتاعك، فيطلب منه مين اللي عمل لك الشغل ده؟ اللي عمل لي الشغل ده فلان الفلاني او فلانة الفلانية، طب اديني الموبايل بتاعه، ويبتدي يتصل بيه عشان يعني يطلبه ان هو ينفذ عنده الفن ده او اللوحة الفنية دي او حاجة وفقا لذوقه. يعني برضو حتة المشاركة في المعارض والبازارات التي تقام بصورة دورية، يعني الدولة بتعمل معارض سنوية للشباب وللحرف التراثية، وبتقوم بيها اكتر من وزارة، احيانا وزارة الثقافة واحيانا وزارة التجارة والصناعة واحيانا وزارة التربية والتعليم، بتقوم بمعارض للمنتجات بتاعتها الخاصة بالتعليم الفني وخاصة التعليم الصناعي. ممكن التسويق الالكتروني ان انت بتعمل الشغل بتاعك وبتنزله على شبكات التواصل الاجتماعي، تعمل لك صفحة بتعمل عملية تسويق للمنتجات بتاعتك فيها. او مع التوسع في العمل تبتدي تحصل تعاقد مع بعض الشركات المتخصصة على كميات من الانتاج، وتعرض منتجاتك على اصحاب محلات الازاز والهدايا. الجماعة بتوع محلات الازاز بالذات احيانا بيحتاجوا فنانين للرسم على الازاز، لان اغلب الناس لما بتيجي تطلب شغل زخرفة على الازاز بتطلب الشغل ده من محلات الازاز. بتوع محلات الازاز اغلبهم بيبقوا تقنيين او فنيين في عمليات تقطيع الازاز وتركيبه، لكن مش بيبقى تقني او فني في عمليات الرسم والزخرفة والتلوين على الازاز. فانت بتسيب الكارت بتاعك عند اكتر من يعني محل من محلات الازاز، وبالتالي لو اتعلمت المهنة دي ممكن لو وزعت الكروت بتاعتك على 10 12 محل في محيط المنطقة اللي انت عايش فيها او الاتيليه بتاعك فيها، فانت هيبتدي يجي لك شغل كتير، ومع الوقت يبتدي شغلك يتوسع باذن الله. نيجي نتعرف على بعض المصطلحات الفنية الخاصة بالشغل على الزجاج. اول حاجة دي الوان الازاز اللي بتستخدم في الرسم على الازاز. غالبا هذه الالوان فيها نوعين، فيها نوع معتم. معتم يعني لما بحطه على الازاز ما بيبينليش ايه اللي وراه. اللي في المعتم ده ممكن اشتغله بفرشة، لكن اغلب الشغل على الازاز بيتم في حدود ضيقة جدا في استخدام الفرش. اما النوع الشفاف ما بستخدملوش ابدا فرشة، بستخدم له اللي احنا هنشوفه في فيديو من الفيديوهات اللي موجودة معانا دلوقتي. دي الغليف، ودي عبارة عن انابيب غليف جاهزة بيبقى جواها عجينة. العجينة دي هي اللي بعمل بيها خطوط الاوت لاين اللي بتحدد لي الشكل المطلوب رسمه بخطوط بارزة. ده الورق الرسم اللي برسم عليه، ممكن يكون ورق كلك، ممكن يكون ورق شفاف عادي.
بحط عليه الرسومات بتاعتي اللي بطبعها على المراية اذا كنت هشتغل على مراية من الوش وهلون من الوش، او بعمل عليها الرسم وبحطها من ظهر الازاز لو انا هشتغل على وش ازاز شفاف. دي طريقة تنفيذ الفلتات والتحديد الخارجي للوحدة الزخرفية. وهنشوف هنا فيلم مهم قوي بيقول لي ازاي اعمل التحديد الخارجي على الازاز. بيبتدي معايا الاول ان انا ابتدي اعمل عملية تنظيف للازاز بالورق المسامي. الورق المسامي زي ورق الجرايد، زي ورق المناديل. انا برش الازاز وانضفه كويس قبل ما الون او اشتغل عليه. عندي الكتر، وده اللي بقطع بيه اللي هو الستيكر بتاعي، بقطع بيه الورق بتاعي، وده عبارة عن سلاح من الصلب يستخدم لتقطيع الورق او شرايح البلاستيك. وده طبعا حاجة من الحاجات المهمة جدا اللي هو الستيكر البلاستيك. وده بيبقى في مادة ذاتية اللصق من الخلف، بشيل من ورقة كده. الورقة دي لما بشيلها من الظهر بلزق بيها الستيكر ده على الازاز. ده لما اكون عايز اعمل عملية صنفرة على الازاز، او ممكن الزقها على ظهر المراية لو انا عايز اعمل عملية ازالة للاكيه اللي في ظهر المراية والمادة اللي هي بتخلي المراية يعني بتعكس الصورة، عشان اعمل عملية تلوين. وده برضو هنشوفه ان شاء الله النهاردة. طب ايه هي خطوات الرسم على الازاز؟ ازاي ارسم على الازاز؟ اول حاجة بعملها اعداد ونقل التصميم على السطح المطلوب اجراء العمل عليه. دي اول حاجة، اعداد التصميم وفقا للمساحة المطلوبة. تاني حاجة ان انا ابتدي اعمل الاوتلاين بتاعي. الاوتلاين بتاعي غالبا الناس بتشتغل بالرليف الامريكاني، اللي هو زي ما احنا شايفين كده الخطوط بتاعته تبقى خطوط بارزة عشان تحجز الالوان جواها، لان الالوان بيتم تطبيقها بطريقة معينة. اسلوب مسك انبوبة الرليف ليه اسلوب معين زي ما احنا شايفين كده، وهنشوف ازاي بيتم توزيع السائل الرصاص او عجينة الرليف على سطح الازاز من خلال الفيديو اللي معانا ده. اول حاجة الخامات المستخدمة، الرليف. هنا جبت التصميم بتاعي مطبوع على الورق، حطيت فوق التصميم بتاعي الازاز اللي انا منظفه كويس وبظبطه وفقا للطريقة اللي انا عايز اظبط بيها. طبعا لازم يكون على تسجة او سطح مستوي او قطعة خشب. هنا بعد ما ظبطت لازم عشان اثر البصمات بتاعتي الدهنية او اثر اي حاجة موجودة على الازاز تتنظف كويس، فهنا استخدم ورق مسامي بينظف بيه الازاز كويس، وده مهم قوي. طبعا هو شايف دلوقتي التصميم من خلال سطح الزجاج. بعد كده هنبتدي ان احنا نعمل عملية الفلتات بالخطوط الخارجية او الرليف. شايف المسكة الصحيحة لانبوبة الرليف ازاي عشان ابتدي ان انا افرد الرليف بتاعي في فوق سطح الزجاج، وبمشي على الخطوط اللي واضحة من التصميم اللي محطوط ورا الازاز. هتلاحظوا ان كل شوية بيرفع الانبوبة وجنبه قطعة من القماش بيمسح بيها سن الانبوبة، عشان احيانا بيعلق بيها بعض الحاجات، فده بيخليه لازم كل شوية يمسح عشان ما يبتديش يعمل معاه زي ما شفنا في المكان ده كده عيوب في الشكل ده. طبعا بعد ما يخلص لازم يساوي دي، بس بعد ما يكون الرليف نشف وشغال بروقان وببطء ومش مستعجل، تمام،
عشان الخط اللي هو بيعمله يطلع خط مستقيم مسطرة، هو مش محتاج يحط مسطرة ويمشي عليها لان الرليف هيلزق فيها، وبالتالي لازم يكون هو ماهر جدا في عملية ايه فرد مادة الرليف. مادة الرليف ان كانت هي في الغالب بتتباع جاهزة، لكن في الغالب عندنا في مصر هناك بعض الفنانين اللي بيعملوا التركيبة بتاعتها وبيبتدوا ان هم يشتغلوا لنفسهم، يعني هو عنده ديزاين معين بيعمله، بيجيب الخامات ويركب هو العجينة بتاعته بنفسه، وبيجيب عبوات تشبه العبوات دي بيحط فيها العجينة بتاعته وبيستعملها لنفسه. طيب الانتهاء طبعا من الفلتات، هو هنا اشتغل لغاية ما خلص تماما الفلتات اللي هو يعني بيعملها، اللي هي بتديني الخطوط الخارجية اللي بتوضح لي شكل الايه، بتوضح لي شكل التصميم بتاعي كويس. ودي المرحلة اللي هي بتسبق التلوين. طبعا يعني الفيديو سرع شوية عشان يديك الشكل النهائي، وهنا هو خلص الاوت لاين بتاعه او الخطوط الخارجية بتاعته، حط كل الفلتات. كل الخطوط اللي انت شايفها دي عبارة عن عجينة بارزة، ارتفاع حوالي يتراوح من 3 الى 4 ملي عن السطح، وممكن يصل الى 5 ملي بسمك برضو نفس القصة من 3 ل 4 ل 5 ملي، وكده بقى الشكل بتاعي جاهز للتلوين. بس قبل ما لون لازم الاماكن اللي حصل فيها زيادات بالقطر بتاعي، وقطر من الادوات المهمة المستخدمة في عمليات الرسم والتلوين على الازاز، ان انا يعني اشيل كل الزيادات دي عشان يديني شكل مشابه جدا للازاز المعشق، اللي انا لما بشتغل بالطريقة دي انا بعمل عملية تقليد للازاز المعشق. طيب التلوين بقى على الازاز بيتم ازاي؟ بالالوان الزجاجية الجاهزة. هنا الفيديو ده بيشرح ازاي بيتم التلوين على الازاز. زي ما احنا شايفين كده هو بيستخدم ايه في التلوين، احنا مسرعين شوية، بيستخدم القطارة. كل قطارة بيبقى لها لون معين، يعني مش بيستخدم قطارة واحدة بيلون بيها كل لون، يعني لا، في قطارة مخصصة للون الاحمر، قطارة مخصصة للون الاخضر الفاتح، قطارة مخصصة للون الاصفر، قطارة مخصصة للون البرتقالي او اللون الاحمر اللي هو الاصفر، كل او اللون الازرق، كل لون ليه قطارة خاصة بيه. طب ليه ما استعملش قطارة لكل الالوان؟ لان لو استعملت قطارة لكل الالوان يبقى انا مضطر ان انا كل شوية امسك القطارة دي واغسلها عشان احط اللون الجديد، وده طبعا هيتعبني في الوقت ويزود معايا الوقت والمجهود. تمام، هنا بيتم التلوين، او اني لو استعملت قطرة واحدة من غير ما اغسلها فهتدخل الالوان على بعضها، فمش عمره ما هيديني لون واضح وصريح انا فعلا عايز هذا اللون. طبعا اللي بيمنع اللون ان هو يطلع عن الخط اللي هو بينقط اللون فيه ده، هي ان خطوط الرليف البارزة اللي هي الخطوط البارزة الاوت لاين دي عاملة حاجز او سور عشان اللون ما يطلعش ايه، ما يطلعش بره، وده مهم جدا، لان اللون لو طلع بره وهو لسه طري هيخش على اللون اللي جنبه، وبالتالي عشان الالوان دي فيها مذيبات، فاللي هيجرى ان الالوان هتبوظ بعضيها. هنا تقريبا يعني التصميم قرب يخلص، واحنا شفنا التصميم ده من بدايته لنهايته من ساعة ما كان حاطط الورق تحت
وماشي عليه بالريليف ونظف التصميم، وبعد كده بدأ يلون زي ما قلنا، ملونش بفرشة ولكن لون بقطارة من زي القطارة بتاعت القطر يعني. هنا انتهى من تلوين التصميم. طيب ده على الإزاز المسطح. طب على الأواني الزجاجية باستخدام ألوان الإزاز بنشتغل إزاي؟ أول حاجة إعداد التصميم على الورق مسبقا، بنقل التصميم للإناء أو للقطعة الزجاجية، إن أنا بحط جوه الإناء التصميم ملفوف جوه الإناء. وفي طريقة إن أنا بحجب بعض المساحات من سطح الزجاج أثناء التلوين وبسيب بعض المساحات التانية غير محجوبة. طيب نشوف بقى طريقة الرسم على المراية. عشان نرسم على المراية، الرسم على المراية ليه يعني أساليب متعددة. في إنك ممكن ترسم على وش المراية، وإنك ممكن ترسم على ظهر المراية. أسلوب الرسم على وش المراية ليه أسلوب، وأسلوب الرسم على ظهر المراية ليه طريقة تانية. الرسم على وش المراية ممكن زي الطريقة اللي احنا استعملناها أو اللي احنا شفناها في الفيديو اللي فات، ممكن أو أجيب مراية واشتغل عليها بالريليف. طيب حد يقول لي طب إزاي التصميم هيبان؟ هنا بطبع التصميم بالكربون على وش المراية، وبعد كده اجيب العجينة الريليف وابتدي امشي فوق الخطوط اللي انا طبعتها بالكربون، ولون عادي جدا جدا زي ما شفنا التلوين على الازاز. جمال المراية اللي اتعملت بالاسلوب ده ان انت بتكون شايف مثلا اللون الاحمر عبارة عن مراية حمراء، اللون الاخضر عبارة عن مراية خضراء، اللي هي الانعكاس بتاع المراية من ظهر اللون بيديني شكل جميل جدا وراقي جدا. طيب ده لو هرسم على وش المراية. طيب لو هرسم على هحفر على وش المراية، شرحناها قبل كده في بداية الحلقة ان انا بحط استيكر وبفرغ الاستيكر وبرش وش المراية بيه رمل، والرمل ده يعني بيخلي لي المكان اللي هو ما كانش متغطي بالاستيكر لونه لون ازاز مصنفر، بيبقى لون ابيض كده، فبالتالي لما بشيل الاستيكر تماما بلاقي الخطوط والزخارف واضحة على وش المراية. في طريقة تانية ان انا اشتغل استامب على المراية، على وش المراية، يعني اجيب ورق استنسل افرغه الشكل اللي انا عايزه واثبته على وش المراية، وبعد ما بثبته على وش المراية ايه اللي بيجرى؟ ابتدي اجيب اللون بتاعي، وغالبا بتبقى الوان معتمة، وابتدي اعمل عملية دق بفرشة الاسطمبة او دق بالسفنجة للون على سطح المراية من الامام. لكن احنا هنشوف هنا ازاي بيتم الرسم على ظهر المراية وبانهي طريقة. مهمة قوي قوي ان احنا نعرف ازاي ممكن نرسم على ظهر المراية وبانهي طريقة. اولا لابد ان احنا نطبع التصميم على ظهر المراية، وبعد ما نطبع التصميم على ظهر المراية نلزق استيكر على ظهر المراية كاملا. حلو. طب ما عنديش استيكر، اجيب سلوتيب عريض ولا الزقه جنب بعضه؟ هيديني نفس الايه، نفس المهمة، هيؤدي نفس الغرض. تمام. بعد كده بعمل عملية تفريغ بالقطر للاجزاء في التصميم اللي انا عايزها تظهر في وش المراية. طيب بعمل ده ازاي؟ بعمل عملية تفريغ بالقطر، وبعد كده اجيب مادة اللي هي مادة كيماوية من اللي هي كاوية او من اللي هي بتعمل عملية ايه، تآكل، وابتدي امسح بيها في الاماكن اللي انا شلت منها الاستيكر. بعد ما بيحصل ده بيتشال طبقة اللاكيه الرمادي دي اللي تبقى موجودة في ظهر المرايات، بتتشال، وبيتشال معاها برضو من اثر المادة الكاوية طبقة المراية او طبقة المفضضة
اللي بتخلي المرايه بتعكس، فبتلاقي المرايه من المكان اللي احنا عملنا عليه عملنا للعمليه دي بقى زاز عادي، بقى زاز ايه عادي، زي ما احنا شايفين الصوره اللي على الشاشه دي. هنا عباره عن اشكال نباتيه، روزيتا ولوتس يعني برعومي، واشكال نباتيه مختلفه. الاشكال دي مش مرسومه على وش المرايه اللي هي الخضراء دي كلها، دي مرسومه على ظهر المرايه، يعني تم تفريغ المرايه من اثر المرايه اللي موجود في الظهر، وتم تلوين الاشكال من الخلف بالطريقه اللي احنا شايفينها دي. تمام. طب نشوف كده ازاي بنعمل الاستيكر. هنا ثبتنا الرسمه بتاعتي على ورق كلك او ورق شفاف على ظهر المرايه، بنظبط الابعاد بتاعتنا يعني تبقى الابعاد متساويه، ظهر المرايه زي ما احنا شايفين لونه باللون الرمادي الغامق او الرصاصي اللي احنا شايفينه ده، طبعا لما باجي الزقه بلزقه مقلوب. طب بلزقه مقلوب ليه؟ يبقى مقلوب من الناحيه اللي انا شايفها، لان هو هيبقى متشاف بعد ما اشيل اللاكيه الرمادي ده من ظهر المرايه، هيبقى متشاف من الجهه بتاعت اللمعان بتاعت المرايه، فبحطه ايه؟ بحطه مقلوب. بعد ما بحطه وبظبط النسب بتاعتي بعمل عمليه ايه؟ عمليه تثبيت، بثبت كويس قوي التصميم بتاعي، وبجيب كربونه برفع التصميم واحط الكربونه تحت التصميم، وبمشي بعد ما بثبت الكربونه كويس بمشي على الخطوط الخارجيه بتاعه التصميم، لان بعد ما بمشي عليها هلاقي ان الخطوط دي انتقلت الى ايه؟ انتقلت الى ظهر المرايه. هنا بعد ما مشيت على التصميم وانتقل التصميم خلاص بقى مرسوم على ظهر المرايه اهو، انا مش متوفر معايا ستيكر، طيب اعمل ايه؟ هقف؟ لا مش هقف، لقيت عندي بكرة سلوتيب عريض، هبتدي ان انا الزق السلوتيب العريض ده في خطوط متجاوره زي ما احنا شايفين في الفيديو، الزقه في خطوط ايه؟ متجاوره، وكل جزء بيغطي على يعني ملي من التاني، كل جزء بيغطي على ملي من التاني. زي ما احنا شايفين اهو جزء يغطي على جزء، لغاية ما لزق القطعة كلها. بعد ما لزقت القطعة كلها اتأكد طبعا انا بقدر الامكان لزقت الاستيكر كويس، بقدر الامكان فرغت الهواء كويس، ابتدي ان انا اقطع الخطوط الخارجية وافرغ التصميم اللي هو لفظ الجلالة الله اللي موجود على ظهر المراية، وابتدي ان انا افرغ التصميم بتاعي وهشيل الاستيكر من الاماكن اللي انا ماشي عليها بالقطر كاني ماشي بالقلم وبرسمها. على فكرة النوع ده من القطرات او من القطر مش مجهز قوي، ده نوع للخطوط الطولية مش مجهز قوي لقطع الاستيكر من على المرايات، ولكن في قطر بيبقى عامل زي القلم وليه سلاح صغير كده بيمسكه الفنان ويشتغل بيه كأنه ماسك قلم جاف عادي او قلم رصاص عادي جدا، وبيظبط الشكل
وبيفرغ الشكل بيه. هنا هنلاحظ ان هو هيبتدي بقى بعد ما مشي على كل الخطوط يبتدي يشيل الخطوط الداخلية. يبتدي يشيل ايه؟ الخطوط الداخلية زي ما احنا شايفين لغاية ما هنشوف على الشاشة كده ان هو هيوصل ان التصميم هيبقى ظاهر جدا من خلال الاماكن اللي احنا شايفينها دي زي الجزء اللي هو في حرف الهاء ده، وكل التصميم هيبقى كده. نيجي لي هنزيل الخلفية بتاعة المراية، طبعا المادة مادة كاوية، المفروض اكون لابس جوانتي وانا شغال بيها. هو هنا بيحط المادة الكاوية دي على الاماكن اللي هو فراغها اللي هي ما بتلمعش. في اماكن بتلمع واماكن ما بتلمعش. الاماكن اللي بتلمع دي اللي فيها الاستيكر لسه، اللي ما بتلمعش اللي هو ازال منها الاستيكر. المادة دي ما بتأثرش على الاستيكر البلاستيك، فبالتالي هو بيحطها براحته، لكن بتأثر على اللاكيه اللي مدهون بظهر المراية او اللي بيشكل الخلفية بتاعت الايه؟ المراية. هو هنا طبعا بيستخدم فرشة عشان يبعد خطورة المادة دي عن ايديه، ولكن كان اصح ايضا ان هو يستخدم ايه؟ جوانتي يحمي ايده من المادة، لان المادة دي خطيرة جدا جدا لو جت على الجلد. المادة دي بتعمل ايه بقى؟ المادة دي بتعمل تآكل في سطح اللاكيه الرمادي اللي موجود في ظهر المراية، وبتخلي اللاكيه ده لما يجي يتمسح بحتة قماشة بيطلع كمان بالطبقة اللي تحتيه، بيطلع بالطبقة اللي اسفله. لو بصينا اهو بدأ يمسح. بص اول ما بيمسح المادة عملت تآكل على طول في اللاكيه وفي السطح بتاع المراية اهو، عمال يمسح اهو لان المادة كاوية. المادة ايه؟ كاوية. طبعا ازال المادة بيجري يجيب بقى مادة ثانية. المادة الثانية بتشيل طبقة اللي هو الفضة اللي موجودة على الازاز ويعمل عملية تنظيف. مازال كده المراية لسه مراية، لازم يشيل الطبقة الخلفية دي اللي هي بتلمع اللي بتديني الانعكاس بتاع الايه؟ المراية. هيجيب بيجيب مادة ثانية والمادة دي بيزيل بيها الفضة دي. هنشوفها هنا هنا هو عمل ايه بقى؟ ازال كل المادة الفضة اللي في الخلفية. لما تلاقيه حط ايده خلاص المراية بقت من الظهر عاملة زي ما تكون ازاز عادي جدا في الاماكن اللي متفرغ فيها التصميم. جاب بقى اللي هو الالوان بتاعته، وهو حب ان هو يستخدم مادة الجليتر اللي احنا شايفينها دي اللي هي بنسميها احنا عندنا في الاقسام الزخرفية كسر الالماز، وبيستخدم معاها ورنيش او مادة معينة. بعد ما فردها وجفت بيوريك بيكون شكل الازاز ايه من الامام. النهاردة احنا زي ما احنا شفنا كده خدنا ايه اهمية فن الرسم على الزجاج. عرفنا برضو هو بيتنفذ على ايه، يعني بيتنفذ على ابواب، بيتنفذ على شبابيك،
بيتنفذ على منشآت معمارية، بيتنفذ على موتيفات داخل المنزل أو داخل المكان زي الفازات وزي بعض القطع الزجاجية والزجاجات اللي احنا ممكن نرسم عليها، والجمدانات ونحطها في المكان كنوع من أنواع الزخرفة أو الديكور. عرفنا أيضا أهمية فن الرسم على الزجاج كأحد المشاريع الخاصة بسوق العمل، وبالفعل هي من الفنون المطلوبة اللي في ناس كتير بتطلبها انها تنفذ قطع منها او تقتني قطعة منها في بيتها، نظرا لان الزجاج المعشق بالرصاص سعره غالي جدا جدا وتكلفته غالية، كمان معقد في شغله الى حد ما، عايز حد عنده مهارة كبيرة جدا في انه هو ينفذه، فاتوجد البديل ده. فالبديل ده بديل ارخص، يعني بيمثل تقريبا اقل ممكن احيانا 30% او ربع من تكلفة الازاز المعشق بالرصاص، وساعات بيقل عن كده وفقا للتصميم. كل ما كان التصميم اكثر تعقيدا، كل ما كانت تفاصيله كتيرة، كل ما سعر المتر بتاعنا بيعلى. المتر بتاعنا ليه اسعار في السوق، الاسعار دي وفقا لاسعار صرف العملات، ويعني بتعلى مع الوقت. يعني اخر مرة اتعاملنا مع شغل الرسم على الزجاج في تصميمات مبسطة كان سعر المتر المربع يعني وصل لحوالي 600 او 700 جنيه، ده اللي هو الرسم والتلوين على الزجاج او على البولي كاربونايت اللي هو مادة تشبه الازاز بس بلاستيك كده يعني مرنة، بيستخدموها الناس في اللي هي الأبب او بما يسمى بالشخشيخة اللي بتبقى موجودة في بعض الفيلات اللي موجودة في السطح، وبتتعمل بحديد فرجيه وبيتدي يتحط فيها قطع من البولي كاربونايت او الاكسان على اساس ملونة ومرسوم عليها ان لما الشمس تخبط فيها ينعكس التصميمات المرسومة على الشخشيخة دي او على القبة دي على الجدران وعلى الارض، فبتدي تأثير جميل جدا جدا ومحبب ويؤدي الى يعني ايه راحة نفسية للكثير من المتلقين او من اصحاب البيوت اللي بيبقوا غاويين هذا النوع من الفن. كمان شفنا يعني ايه هي المصطلحات الفنية وايه هي الحاجات والمواد والمعدات اللي انا بستخدمها في فن الرسم على الزجاج. دي لابد ان انا لو انا ناوي اعمل المشروع ده ابقى عارف كويس ايه المصطلحات الفنية، ايه هي العدد والادوات والخامات اللي انا هستخدمها بده. برضو لابد ان انا اروح اتدرب على ده، يعني لابد ان انا قبل ما ابدأ ان انا اعمل مشروع ده لابد ان انا بشوف فيديوهات كتير جدا ازاي الناس دي بتعمل الشغل ده عشان امارس ده بايدي. اشوف في بعض الاماكن في وزارة الثقافة وقوى العاملة وفي بعض كليات الفنون، وايضا في الفترة اللي جاية باذن الله تعالى لما يعني يبتدي شغل اللي هي المراكز التدريبية الخاصة بالتعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، هيبقى فيه برضو دورات تدريبية بيقوم بيها التعليم الفني للجمهور اللي عايز انه يحصل على هذه المهارة بأمر الله تعالى، ويبقى فيه شهادة معتمدة هياخدها كشهادة تدريبية بإذن الله تعالى لتطبيق هذا التدريب او انه يقدر انه يشتغل في التدريب ده. يبقى لازم لابد ان اتعلم المهارة دي اتعلمها كويس قوي. كمان بعد ما خدنا المصطلحات وعرفنا اهمية هذا النوع من الفن في السوق ومدى احتياج الناس ليه وازاي اعمل عملية تسويق وازاي اتدرب عليه، خدنا اسلوب تنفيذ الزخارف الملونة على الزجاج، وخدنا ازاي بيتم تنظيف الزجاج وتجهيزه، ازاي بحط التصميم لو انا هشتغل
ازاز بالوان شفافه، ازاي وطريقه الصحيحه لاستخدام الرليف البارز اللي بعمل بيه الخطوط الخارجيه للتصميم. والخطوط الخارجيه دي ليها اتنين اهميه، اهميه في تلوين الالوان الشفافه، ان انا لما بستخدم الأطارات القطاره بتبتدي ان هي تملى الفراغات كلها وما بتطلعش عن الاوت لاين بتاع الرليف البارز اللي هو بيبقى التصميم محصور بداخله. او لو انا شغال بالوان معتمه ومش شغال بالرليف، بشتغل بالفرشه فبعمل الاوت لاين ده باللون الاسود وابتدي الون اما بالاسفنجه او الفرشه في الفراغات اللي موجوده داخل التصميم على الازاز. شفنا ده، شفنا ايضا ازاي ان احنا نرسم على انيه زجاجيه. الانيه الزجاجيه بنرسم ان احنا بنحط تصميم من جوه الانيه وبنبتدي نعمل الرليف بتاعنا البارز خارج الاواني ونلون. اذا كنا هنلون بالوان معتمه فبنلون بفرشه، اذا كنا بنلون بالوان شفافه فبنلون بقطاره، بس بنحرص ان القطعه اللي احنا شغالين عليها وبنلونها تفضل ثابته في مكانها عشان اللون ما يسيلش، وبتفضل في زاويه الميل اللي انا حاططها فيه عشان يفضل اللون يعني ظابط نفسه كويس وما يطلعش عن الرليف او الخط الخارجي. كمان شفنا اسلوب الزخرفه والتلوين على المرايه، وغالبا اللي احنا شفناه كان الرسم على خلفيه المرايه. عرفنا ان احنا عشان نعمل ده لابد ان احنا نلزق استيكر على ظهر المرايه. الاستيكر ده فيه استيكر لو شفاف زي السلوتيب اللي احنا استعملناه، فاحنا بنطبع التصميم على المرايه مباشره، والسلوتيب عشان شفاف بقدر ان انا ابقى شايف الخطوط وبشيلها بالقطر، اشيل الخطوط بتاعتي الفراغات اللي جواها اللي انا هحط عليها الماده الكاويه اللي هتاكل ظهر اللاكيه اللي موجود داخل اللي موجود على الازاز. ايضا لو احنا بقى بنستعمل استيكر فالاستيكر ما بيبقاش شفاف، فهنا انا ممكن اطبع التصميم بتاعي مباشره على على ظهر الازاز، على ظهر الاستيكر اللي هو ملزوق فوق الازاز، وابتدي ان انا اعمل عمليه تفريغ للازاز بتاعي. وبعد ما افرغ ابتدي اجيب الالوان، اذا كنت هستعمل الوان شفافه هستعملها برضو بنفس الاسلوب، يعني هستعمل معايا القطاره والازاز مقلوب او المرايه مقلوبه على وشها وبلون من ظهرها، فاللون كده كده حتى لو جه على الاجزاء اللي موجود لسه عليها لاكيه مش هيبان في الوش، من الوش مش هيبان لي الا اللون. او ان انا اجيب الجليتر او اجيب اللي هي كسر الالماز واقلبه بورنيش زي ما شفنا في الفيديو، واملى الفراغات اللي هي بقى اصبحت شفافه واسيبها تنشف، وبكده اشوف اللي هو اللمعه بتاعه الجليتر من الجهه بتاعه المرايه. بس طبعا في حاجه مهمه جدا، ان انا بعد ما بعمل ده في ظهر المرايه بقت الالوان والجليتر او الجليتر اللي موجود في ظهر المرايه قابل للاحتكاك، يعني ممكن يتشال. فبالتالي انا بعد ما بعمل ده بجيب طبقه من الاستيكر والزقها على ظهر المرايه تاني واشيل الزيادات عشان احمي الالوان اللي انا طبقتها على ظهر المرايه. وهنا لابد كويس قوي ان انا افهم ان الحماية اللي انا عملتها دي بتخلي عمر المراية يطول لاطول فترة ممكن. كمان في حاجة مهمة جدا، طب انا ما عنديش استيكر لكن عندي لاكيه مثلا او عندي نوع معين من الدهان، ممكن احمي سطح المراية ان انا ادهن نوع معين من الدهان فوق ظهر المراية، بس ده هيخليني المراية دي لو انا عايز ان انا يعني انفذ جزء تصميم تاني عليها يبقى يعني بيقل من العمر الافتراضي ان انا اعمل اعادة تدوير او استخدام للمراية دي.
هيبقى في حلقة تانية بتشرح جزء تاني من الزخرفة والرسم على الزجاج، وتقريبا الجزء اللي احنا هنتناوله هيبقى الجزء الخاص بالحفر على الزجاج، ازاي احفر على الزجاج من الوش او احفر على الزجاج من الظهر باذن الله تعالى. بكده يعني يبقى احنا خلصنا حلقتنا النهاردة، وارجو بامر الله تعالى ان احنا يعني نكون استفدنا من الحلقة دي، وارجو ان احنا نحاول نطبق ونتدرب، اتفرج على فيديوهات كتيرة لاساليب الرسم على الزجاج واساليب التلوين على الزجاج واساليب الحفر على الزجاج. في كل منطقة من المناطق اللي احنا موجودين فيها ساكنين فيها في مصر تقريبا هتلاقي فيه ورشة او مصنع صغير لتشغيل الزجاج، بيقوم بعملية الحفر، بيبقى عنده مكنة اسمها رمالة اللي هي بترش الازاز بتصنفره من قدام، او ممكن بتشيل طبقة من ظهر المراية، بتشيل طبقة اللاكيه دي موجودة. وطبعا في المحلات الخاصة بأدوات الرسم والتلوين اللي منتشرة بجوار الجامعات اللي فيها كليات للفنون هتلاقوا الوان الازاز اللي انتوا عايزينها، او في المكتبات القريبة من بيتكو. حاولوا تطبقوا بإذن الله تعالى ده بنفسكم. كده تبقى خلصت حلقتنا النهاردة، وأرجو أن أنتوا تكونوا استفدتوا بإذن الله تعالى، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.